والآن إلى الموصل، حيث ما يزال مسرح الربيع في الموصل رهينة خريف الحرب على الإرهاب بعد أن بقي بلا إعمار أو تأهيل منذ 4 سنوات. يقول فنانون ارتقوا خشبة أقدم مسارح نينوى والعراق بأن الصرح الذي يزيد عمره على 6 عقود يمثل مثالا حيا على إهمال المدينة التي أعد منها مراسلنا جمال البدراني هذا التقرير. يستذكر فاضل البدري فنان موصلي ذكريات طفولته وشبابه بين أروقة ومقاعد متهالكة لأقدم مسارح الموصل وشريانها النابض فنيا حين كان بقمة عطائه. أتحدث عن مسرح الربيع. عندي ذكريات كبيرة جدا وطويلة جدا وكثيرة جدا في مسرح الربيع. أنا كان عمري 12 سنة غنيت على مسرح الربيع، كنت من ضمن فرقة النشاط المدرسي، غنيت على مسرح الربيع، إضافة أن حضرت مهرجانات عديدة كانت تقام على هذا المسرح، مهرجانات عالمية. يختلف الاحتفال بيوم المسرح العالمي في هذه المدينة، نظم الفنانون فيها وقفة تطالب بإعمار رئة الفن المسرحي في الموصل، لكنه لم يعد يحمل نفسه. هذه الوقفة التضامنية من أجل المطالبة بإعادة أو الإسراع في إعادة إعمار مسرح الربيع في الموصل، هذا المسرح الذي يعتبر الواجهة الفنية والثقافية لمدينة الموصل ومحافظة نينوى، لما يمتلك من تاريخ فني ثقافي حضاري كبير منذ عام 1969 عندما بني هذا المسرح في مدينة الموصل. المسرح مهمل وتعرض للقصف وتعرض للتخريب من قبل عصابات داعش، واليوم نطالب الحكومة المحلية والحكومة العراقية المركزية في بغداد أن تنظر إلى هذا المسرح باعتباره عين للمثقف في المدينة. وبعد 4 سنوات على طرد داعش، ما زال الحديث عن إعمار مسرح الربيع على أدراج وملفات الحكومة فقط، وشكوك تحوم خلف جهات تسعى لقتل الفن بالموصل مثلما قتلت هذه المدينة في السابق. من الموصل، جمال البدراني، الشرقية نيوز. الأخبار مستمرة من الشرقية نيوز.